احنا حلينا 218 صح؟ 219 كانت واجب. نبدأ من سين تلاتة، نكمل حل التدريبات. صفحتي طيب بس نرفع الأمد 219 سين تلاتة، نرفع ايدينا عشان ناخد الترتيب. يلا يلا يا شباب نرفع ايدينا. يلا يا سارة. أقرأ أمس الفقرة الأولى. اقرأي الفقرة رقم ثلاثة. تمام. وكلما كان الشاعر أبعد مرمى وأسمى روحا، كان أغرز اطلاعا، فلا يقصر همته على درس شيء قليل من شعر أمة من الأمم. فإن الشاعر يحاول أن يعبر عن النفس البشرية، أن يكون خلاصة زمنه، وأن يكون شعره تاريخا للنفوس، ومظهر ما بلغته النفوس في عصره. وما عجبت من شيء كعجب من القوم الذين يريدون أن يجعلوا حدا فاصلا بين آداب الغرب وآداب العرب، زاعمين أن هناك خيالا غريبا وخيالا عربيا. نعم، إن كل لغة لها خصائص وذوق، ولكن على الرغم من ذلك نجد الخيال الجليل والمعنى الرائع المصيب محمودا حيث كان، إذ إنه ليس رهنا بخصائص اللغات، وإنما مرجعه العقل البشري والنفس الإنسانية. ومن دلائل الأهلاك الأمم نظرها دائما إلى حياة أجدادها واحتذاؤهم فيها بلا ذكاء ولا فطنة. أول حاجة معنى احتذاءهم، هي مس في الفقرة؟ لا احنا هو جايبها لنا نفس المعنى، عايزين يعني نكون حافظينها. واحتذاءهم فيهم بلا ذكاء ولا فطنة، يعني ايه احتذاءهم؟ اللي هي فاهمة، هي مش دي كانت علينا في الحفل أصلا؟ تقريبا بصي تبقى معناها اقتضاءهم. اقتدائهم. اعملي اللي بعديها. طيب طيب مضاد أسمى أقل. ماشي، بس اقل يبقى ممكن نقول اكثر. عايزه اقول اسم، اسمى اللي هي حاجه مثلا ايه سامية جميلة، يبقى عكسها ايه؟ عظيم. أحقر أو أقوى يعني. برافو برافو عليكي. يلا يا مريم، مفرد خصائص. خصيصة. برافو عليك. يلا يا يوسف، جمع همة. همم، برافو. يلا يا آدم، العلاقة بين جزارة الاطلاع وسمو الروح علاقة طردية. العلاقة بين جزارة الاطلاع وسمو الروح علاقة طردية، صح طبعا مش عكسية. محمد مجدي، الشعر ألفاظ يكون خلاصة زمنه ويكون شعره تاريخ للنفوس، صح. صح برافو عليك. ثانية وغيرك. ماشي. يلا يا عبد الله، لابد من وضع حد فاصل بين آداب الغرب وآداب العرب. غلط. غلط، احنا قلنا المشاعر هي واحدة والأحاسيس واحدة. يلا يا رينات، الإبداع مرهون بخصائص اللغات. خطأ. خطأ طبعا. محمد محمود، الشاعر المبدع يجمع بين القديم والجديد، وضح. سنة. قلنا في القطع، قلنا الشعر ازاي بيجمع بين القديم والقديم. يبقى من القطعة. بدور عليها. يلا ماشي.
مش اللي هي آخر جملة في القطعة. اللي هي ايه؟ ومن دلتها ومن دلائلها هلاك الأمم دي. لا لا، بص في فوق، في القطعة اللي فوق، صفحة كام؟ 219 و220. في الأول خالص يا محمد. يعني هو يجمع بين القديم والجديد ازاي؟ مش إن كلما كان الشاعر أبعد مرمى وأسمى روحا كان غزارة الطلوع، فلا يقصر همه على دروس شيء قليل من شعر الأمة من الأمم. يعني بس مش بيدرس شعر أمة معينة، لا بيدرس كل أشعار الأمم، وبياخد من القديم كلمات معبرة من القديم من التاريخ، وكلمات برضو معبرة من العصر بتاعه، يعبر عن النفس عشان يعبر عن النفس البشرية. أو مظهر ما بلغة النفوس في عصره، ياخد من عصره وياخد من التاريخ أهو. طيب ده كده هيبقى رقم كام؟ ماشي. يلا سارة عبد الحكيم. ما السبب في تخلف بعض الأمم؟ ايه السبب في إن بعض الأمم متخلفة؟ ثانية هما عايزين يعملوا حد فاصل بين ايه وايه؟ بين آداب الغرب وآداب العرب. برافو عليك. يلا يا حلا. رقم هتبقى د، ايه مصر؟ رقم د، ابواب التوليد. بين اركان التشبيه في العبارة السابقة وبين تأثيرها البلاغي. أبواب ابواب التوليد. التوليد، انا شبهت الابواب انها ايه؟ مولدة. طيب انا عندي كده ايه؟ ابواب دي هي ايه؟ أبواب يعني ايه مستأثرات بلاغي يعني؟ احنا مش واخدين اركان التشبيه اللي هو مشبه ومشبه به واداة تشبيه ووجه شبه. في ما هنا دي من هذا الاربعة التشبيه. اتنين، الابواب اللي هي المشبه، التوليد اللي هي والتوليد ايه؟ وده التشبيه. لا مش الأداة، الأداة اللي أنا قلت مثلا أبواب كالتشبيه، الأبواب كالتوليد، يبقى الكاف هنا الأداة. لكن أنا ايه المشبه دي أبواب، والتوليد هي اللي إيه؟ المشبه به، حاجة اللي شبهتها به. بقيت زي الأبواب التوليد الفعل المفعول به كده، مش صح؟ إيه؟ زي الفعل المفعول به كده. بالظبط. يلا يا يارا، استخرج من الفقرة تضاد وبين أثره، كلمتين عكس بعض. أنا أسأل على غلط، بس ممكن تحل السؤال ده تاني؟ تاني، بصوا هنا لو قلت مثلا الجندي كالأسد في الشجاع، أنا عندي هنا